السلام عليكم خوتي، راكي دايرين لاباس؟ امور عانيه. اليوم غادي نقول لكم، يعني بزاف كيسولوني على كيفاش جيتي للغربه، كيفاش كذا. المهم نختصر عليكم اليوم في القصه ديالي، يعني باختصار وبسرعه باش ما نطولش عليكم. يعني الناس شي كيقول لك راه غربة صعيبة، شي كيقول لك لا راه الا جيتي بلا اوراق تتكرفص، شي كيقول لك خصني نجي يعني بالقراية، شي كل واحد كيفاش كيفكر يجي لاوروبا. مي المهم شتي سبحان الله العظيم، الغربة مكاتب، راه ملي كتكتب عليك راه كتب لك الله صافي بكتاب بانك غادي تمشي للغربة تكمل حياتك في واحد الدولة، ماشي في هذيك الدولة فاش راك عايش. نهار كيتكتب عليك راه ما كتفكرش، والله العظيم ما كتفكر ولا كتعرف كيفاش درتي جيتي ولا مهم. شتي اللي جا في زودياك ولا اللي جا في الطياره ولا اللي جا في الكار ولا اللي جا عبر تركيا ولا، راه هذوك الشيء كامل بما انك هزيتي ساكادو ديالك ودرتيه على ظهرك وقاصد بلاد اخرى، الا راه الله سبحانه وتعالى اللي مقسم عليك داك الهجره. يعني ديك الهجره راه يعني من عند الله، ما انت غير سبب، يعني باش ما تبقاش تقول راني هادوك اللي ماتوا في البحر راه كتب عليهم الله يموتوا في البحر، هذيك هي النهايه ديالهم. قالك ان لم تموت بالسيف، من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد. يعني بحال هذاك اللي راه غادي كيمشي كيتحارب في سبيل الله كيجاهد وكيموت في الجهاد، بحال هذاك اللي غاصايك الطوموبيل وتقلبات به ومات، بحال هذاك اللي غرق، بحال هذاك اللي طاحت به الطياره. يعني هادشي خصنا نكونوا متوق، ولكن لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. شتي الحاجه فيها التهلكه ما تمشي ليهاش. انا كنصحكم ما تحرقوش الحريق، راه والله العظيم كون شفتوا البحر كي داير اقسم لكم بالله الموجه فيها 6 7 متر كتضرب الباطو في اطنال مطنانه، ما شحال فيه من طن كتهزو كتشطحو كنكونوا جالسين كتقلبوا من بلاصتنا. و ايماجين توا راك في زوديا اللي السمك ديالها ما بضع سنتيمترات وشاد البحر وحارك باش تغير حياتك، لا ماشي هذا هو، ماشي هذا هو المقصود من هذه القناه ديالي. انا جيت حارك، انا حارك ولكن ماشي حارك بطريقه يعني وحشيه زودياك ولا لا، طريقه فنيه فيزا. غنعاودكم كيفاش انا درت باش جيت. انا كي درت جيت، انا ما عمري خدمت في المغرب، ما كايناش الخدمه في المغرب كما كنقولها لكم، داك اللي مصدعين المغرب ولا، انا كنقول لكم ما كايناش الخدمه في المغرب. لا يدبر شي حاجه، راه غير الدار كامله فيها 6 ديال النفوس واحد اللي خدام عليهم، هذا هو المغرب، ماشي هذا هو، ماشي هذا هو المهم. غنقول لكم المهم شنو هو، المهم هو انا ما كنتش كنخدم. واحد النهار تيدخلت لذاك الموقع ديال الوظيفه، لقيت واحد لانونس ديال واحد الشركه ديال الكريدي، لقيتها حاطه انونس كيقلبوا على ديزاجون اللي يخدم معاهم. انا كنت جالس مع ليام بيا، دفعت لهم. دازت واحد السيمانه عيطوا لي قالوا لي جي اونتروتيان، مشيت درت لونتروتيان هزوني. دازت واحد 3 ايام بعدا هزوني مشيت نخدم معاهم. شحال خدمت معاهم؟ خدمت معاهم 6 شهور. شهر السادس عطاو لي الكونترا، 6 شهور وانا خدام معاهم بلا كونترا. شهر السادس عطاوني الكونترا ولكن كانوا دايرين لي فيش دو بي وكانوا دايرين لي ديكلاراسيون. الشهر اللي عطاوني فيه الكونترا شديت ديك الكونتراك من الاخر وقلت للمدير، المديره ديالي الله يكثر خيرها عزيزه عندي، ما عمر درت فيا العيب، قلت لها عافاك بغيت شي الاتيستاسيون دو ترافاي، قلت لها شي شهاده العمل، وقلت لها لي ماشي لي لي فيش دو بي، قلت لها ثلاثه لي فيش دو بي، قالت لي ياك ماشي فيزا مسخوط، قلت لها ايوا نجربو، قلت لها راه قالت لي راه محال يعطيوها لك حيت ما كتخلصش مزيان. كنت كنشد 280 اورو، يعني 200 2800 درهم مغربي. قالت لي وانت عاد بادي الخدمه راه محال واش يعطيوك، قالت لي راه ما كتخلصش مزيان وعندك غير 6 شهور ديال ديكلاراسيون، قالت لي راه محال 2800 درهم وكذا. قلت لها انا راه ما عندي ما نخسر، قلت لها نجرب. قالت لي واه، قالت لها بغيت تجرب جرب. صافي جمعت دوك الوراق، صونيت على اختي هنا عايشه في فرنسا، قلت لها عافاك يسردي لي شي ايبرجمون، راه ما فيا ما يخلص شي
شي ريزيرفاسيون يعني عوض باش دير ريزيرفاسيون ما درتش انا ريزيرفاسيون درت ايبرجومو سردات لي اختي ايبرجومو صافي سردات لي الايبرجومو جمعت دوك الوريقات طلعت لطنجة طنجة يعني بعيدة علينا بشي 500 كيلومتر ولا شديت الكار في المهم شديت الرونديفو شديت الرونديفو ب 200 المهم مشيت لواحد وكالة الاصفر هي اللي عمرت لي الدوسي ديال الفيزا عطيت له 200 درهم 20 اورو هي اللي شدات لي الرونديفو عمرت لي عمرت لي هادشي في 2015 اواخر 2015 شهر شهر 11 في 2015 عمرت الملف قديت الملف قديت كلشي شدات لي رونديفو صافي طلعت الحد الحد بالليل بالليل ديال الحد طلعت طالع على طالع على كيسميتو هو دوزي بالحد بالليل طالع انا شديت الكار باش ما نعش في لوطيل واشوفه ما عنديش حتى فلوس لوطيل اقسم لكم بالله عندي غير باش ندفع الفيزا يعني ركبت في الكار حطني مع 6 الصباح وعندي الموعد مع 11 ديال الصباح في القنصلية ايوا مشيت لكاسيدي مشيت بايت في الطريق شوفوا الباتا كي دايره بايت في الطريق وصلت تما مع 6 الصباح مشيت فطرت واحد القهوة تما منين فطرت اسيدي تقديت المزاج مشيت حدا القنصلية وبقيت شاد الصف حتى العشرة العشرة بداو كيقولوا لي لا ليست ديال الناس اللي عندهم الرونديفو صافي قال لي سميتك فلان قلت له كاين بقيت السمية ديالي بين انا حاضر دار واحد الكر واحد السمية ديالي بين انا حاضر بقيت كنتسنى دخلت الموعد واحد طنجاوية قالت لي فين بغيتي تمشي وعلاش بغيتي تمشي ولا انا من هنا بقات كاد عليا حتى بغيت نمشي نشوف الاخت ديالي راه عندي الكونجي فيه كان جوج بغيت نمشي نشوف خوادري قالت لي صافي عمرات لي الملف كدا طلبات لي ديك الشواهد طلبات لي الاخر عطيت لها كل شيء رجعت نيت في اثنين في الليل في الليل صبحت خدام ثلاث قالت لي المديرة واه مضرة فيها شي فيزا قلت لها ما نعرف قالت لي ما يعطيوكش انا راه كنشد كدا 4000 درهم وما دفعتش كانت كتشد شي 4500 درهم يعني 450 اورو قالت لي وما دفعتش وخايفة يرفضوني وانتايا ما عندك والو عندك 200 قالت لي 280 اورو بغيتي تدفع قلت لها نتكلوا على الله نشوفوا ما عندناش عليه صافي داكشي اللي درت دفعت بقيت كنتسنى سيمانة جاني واحد الايميل في كيسميتو في لابواط ايميل دخلت لقيت بينا قالك راه فوتخ باسبور اي بخي و بوفي لو روتيري تمشي زعما تمشي لجيبو صافي مشيت صافي قلت لهم راه وجد الاخر قالك واش شنو ردوا عليك شنو مقبول ما مقبولش قلت لهم ما نعرفش والله قلت لها راه ردوا لي باسبور ولكن ما عرفتش شنو فيه واش فيه شي فيزا ولا رفضت والله ما عرفت مشيت عاوتاني ركبت عاوتاني بالحد ولا ما قلت لكم انا راه ما كنخلص لوطيل والله ما عمري مشيت لوطيل هاد المرة هادي ركبت وي ركبت في السبت ركبت في السبت ماشي الحد ركبت في السبت في الليل حطني في الحد تمايا صونيت على واحد خالتي تحية ليه من هنا إلا كان كيتفرج القناة الله يعمرها دار حبية وكدا جلست عندهم جلست عندهم وانا نهار اثنين في الصباح مشيت ديت لا كارت ناسيونال كيطلبو كارت ناسيونال باش يردو الباسبور مشيت عطات المهم داز اللي قبل مني داز والو انا يا وصلت لنوبتي دخلت عندها هي تقول لي قالت لي شوف قالت لي راه ضرب 15 يوم في تما وخصك ترجع قالت لي راه عندك شهر قالت لي ما تمشي 15 يوم ورجع وعندك تفوت 15 يوم وخصك منين ترجع تجي ديكلاري لنا بانك راك رجعتي قلت لها وانا كنشوف هي مازال ما حلتش هذاك الانفولوب
وانا تتقول لي هذه المعلومات وانا بقيت كنشوف كنقول هذا الشيء كتقول كنسحب لي انا كيقولوا هذيك الهضره للجامع لا هما لا هما كيقولوها للناس اللي شدوا الفيزا انا يا صافي عطاتني داك لونفولوب وقالت لي بون كوراج شديت داك لونفولوب انا ومشيت خرجت درت مور الباتيمو درت مور داك لاجونس حليت حل جبت الباسبور لقيت فيه الفيزا يا ويلي يا الفرحه طرت بالفرحه والله الا طرت بالفرحه صافي هزيت التليفون صونيت على مالي الدار راه شديت الفيزا راه شديت الفيزا كلشي فرحان قلت صافي مي ملي قلتها لها قلت لها مي راني شديت الفيزا قالت لي يا وليدي دابا راه خرجوك اوراق الخارج مسكينه الوالده ما كتعرفش بزاف قالت لي خرجوك اوراقات الخارج قالت لي سير دبر على راسك سير عيش تمايا قالت لي عندك ترجع قالت لي سير دير حياتك تما في اوروبا والله العظيم هكا قالت لي قالت لي راه الحلم ديالي هو شي واحد في ولادي يمشي لاوروبا يعيش تمايا هكا مي قالت لي قلت لها واصل صافي قالت لي مسكينه انت تقول لك شي باش تديني كتقول لي تديني دابا مسكينه والله الا مسكينه بغات تجي تداوى شويه هنايا وكذا ان شاء الله وادعوا معنا في لي كومونتير قولوا له الله يسهل الامور واحد القصيدة خايبة شوف شتي شتا اش كدير شوف القصيدة ولكن باش كيعجبوك القوام شوف القصيدة جاوية غنكمل لكم القصة هذه هي المهم عطاوني الفيزا وما عنديش الفلوس باش نسافر ما عندي حتى ريال والله ما عندي حتى ريال باش نسافر قلت للوالدة قلت لها امي راه بغيت نمشي وراه ما عندي حتى ريال قالت لي بلاتي دبر لك شي فلوس مشات مسكينه جات عند واحد صاحبتها جابت لي 150 اورو جابت لي 150 اورو مسكينه قالت لي هادشي اللي قدرت ندبر قلت لها كافي امي قلت لها راه تجي هو اللي خاصني باش نيت نمشي صافي مشيت ما مشيت كنقلب المهم قلبت على الطياره في الانترنت غاليه كنلقى غير 300 اورو 250 اورو وايلي غاليه الدعوه مشيت هبط قلت نمشي نسول على الكيران قال لي واحد صاحبي محمد راه تحياتي محمد قال لي سير صاحبي للكار علاش داك انت شي الطياره قلت له علاه زعما الكار خار البيس يعني الرجل. قال لي راه رخيص سي فري مشيت كندور على المحط الوكالات ديال الاصفار الاولى الثانيه كيقول لك عامر الثالثه عامر الرابعه عامر الخامسه دخلت عندهم مازال كنعقل اسبانا فواياج راه جايت في شارع جيش الملكي في الناظور دخلت عنده قلت له بغيت نسافر وكذا قال لي واش عندك فيزا قلت له قال لي عطيني باسبور شافو قال لي شوف قال لي راه الفواياج اليوم ما غادي يخرج مع 7 د العشيه قلت له قال لي واه قال لي سينو الا ما الاخر حتى خصك تضرب على جوج سيمانات السيمانه فاش كيمشي الكار والسيمانه عاود فاش يرجع قال لك عاد باش عاوتاني بروغراميو رحله اخرى جو قال لي واه الا راك واجد بغيتي تسافر قال لي راه اليوم راه كاين قال لي باقيين شي بلايص قال لي قطع لك قلت له صافي قلت له قطع لي المهم قطعت ب 90 اورو باش قطعت الكار مشيت صونيت على الوالده قلت لها امي راني لقيت الكار وكذا قالت لها راه الا ما مشيتش اليوم راه ما نمشي حتى من هنا 15 يوم وانا عندي الفيزا فيها غير شهر قالت لي لا صافي غير قطع وسير قطعت مشيت للمارشي شريت واحد ساكادو وشريت واحد السبرديله داكشي اللي شريت وبقات لي شحال بقات لي 50 اورو في الجيب 50 اورو بالدرهم 500 درهم مغربي هي اللي بقات لي طافية شي حاجة في الطوموبيل كتشعل ولا تما عمري جبت البال المهم صافي مشيت جمعت الحوايج ديالي بالزربة ما جمعتش واحد جاكيطة واحد السروال واحد المهم ساكادو صغيور عمرت فيه داكشي صافي تسالبت مع مالي صافي غادي قلت لهم الغربة تنادي باش كنقول لكم الغربة تنادي ديما الغربة تنادي ملي كتناديك راه ما عندك لا يا رجعة والله العظيم الى سبحان الله يعني في رمشة عين صحابي وكذا تدهشروا قالوا لي كيفاش انت يعني كيفاش درتي ليها كنقول لهم والله العظيم الى غير ضحك واش تقول شي واحد راني دفعت فيزا ب 2800 اورو
2800 أورو، ب 280 أورو راه يبقى غير كيشوف. 280 أورو صاحبي شنو هي؟ راه والو، راه والله العظيم الا ما عندك والو. المهم صافي، مشيت بقيت كنتسنى الكار حدا لاجونس، كنتسناه. جا الكار وركبنا ودانا، وصلنا لاخر جون البوليس، البوليس طلعوا علينا هكا، شافونا، راو الباسبورات، راو لي كارت ناسيونال، عطينا لهم الباسبورات لي كارت ناسيونال، تحققوا من الهويه. ركبنا، المهم ركبنا مع شي 11 الليل، 6 ديال الصباح هبطوا. احنا راني في الميريا في اسبانيا، هبط كنشوف هذيك العالم اخر، جو اخر، ناس اخرين، ارض اخرى، يعني كتشوف التكنولوجيا، تشوف الحضاره، كتقول له فين كنت انا عايش. كتشوفها، هبطنا في الميريا، تسنينا كار اخر عاود، هذاك الكار اللي ركبنا فيه تبدل، جابوا لنا كار اخر عاود اللي غادي يدينا لفرنسا. جا الكار شد بينا الطريق، فهمت، غادي 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 كيمشي حتى وصلت وقت الغداء. دخلنا لواحد الريستورا اسبانيا في الطريق، وجيت مورسيا ولا فين وقف بينا، فالنسيا وقف بينا تما، قالنا هبطوا تاكلوا. هبطنا وانا كيبان لي واحد الساندويتش هو هذاك، مشيت شديتو بغيت ناكلو، وبقى كيقول لي واحد داك الصبليوني اللي كيقابل كيقول لي خلوف خلوف خلوف. كنقول هذا اش كيقول؟ قال لي خلوف خلوف. وتقول لي واحد العربيه قالت لي راه فين حلوف؟ قلت لها قلت وانا نحطو مسكين والله العادي، قلت له حلوف. وانا نمشي نهزيت غير الكرواسون، كازيت الكرواسون والبتي بان وهذاك الشيء وواحد العصير هو باش كليت. ايوا شدينا عاوتاني الطريق زاهريه تا وصلت فرنسا. دخلنا فرنسا، صونيت على ولد خالتي، قلت له فين؟ قال لي واش وصلتي ولا؟ قلت له قلت له رانا صافي. حطني في واحد القهوه، وكيما كيبغيش يحطو في الليل، قلت له حطني راه يجي ولد خالتي يديني. قال لي بقى كيتسنى معايا حتى وصل ولد خالتي، يعني هنايا واحد القوم مشكاه. او مالك جاي كطير اصاحبي، او خلينا نشربوا العصير. جداني ولد خالتي هنا فاش تبدا الغربه، ضربت المهم 15 يوم ديال الترحاب، راه رحبوا بيا، غير قلت لهم راه نجلس بقاو عليا، واش تجلس دير هنا وارجع للبلاد، راه ما كاين ما يدير هنا، واش تفرنا حنا قاعد تفر انت، او دابا راه تجي حارك البوليس يشدوك يردوك تضرب الحبس. المهم جميع انواع التهديدات سمعتهم في داك 15 يوم. باش كنقول لكم انا راه ما الا كتسمعوا العباد الله راه ما غادي تديروا حتى حاشاكو حتى حاجه، حاولوا انكم ما تسمعوش البنادم. صافي انا ضربت ديك 15 يوم ما كان جالس الدار ما كندير والو. كيقولوا لي راه خصك ترجع، ورانا ضامنك ورانا عاطيك اكثر ما ضامني ما والو. قلت له شوفوا، قلت له واحد الحاجه نقولها لكم، قلت له ما عجبكمش الحال دبر شي واحد نمشي نسكن عنده والله يعاونكم. قال لك لا راه ماشي هكاك، ما تفهمهاش، راه كنجريو عليك، راه بغينا غير مصلحتك، غتخلي خدمتك تخلي. قلت له واش من خدمه اللي كنجد فيها 280 اورو؟ لو قريت حتى طاحوا لي السنان كنجد 280 اورو. كان ديك الساعه يعني ما كان لا كونكورات لا والو، كانت ناشفه الدعوه. المهم بقيت جالس عندهم شي شويه، ويقولوا راه خصك تدبر شي خدمه ولا شي حاجه، المهم ما تبقاش غير ناعس. قلت له صافي، قلت له فين كاين الجامع هنايا؟ قال لي راه كاين واحد الجامع في السونتر فيل هو الكبير. قلت له صافي ديني لهداك الجامع، تدبر على راسي تشوف شي عربي يخدمني ولا شي حاجه. مشيت للجامع، هضرت مع الفقيه ورئيس المسجد، هنا كيكون رئيس المسجد وهداك الشيء. قلت له السلام عليكم كدا، رانا عاجيت المغرب ورانا كنقلب على شي خدمه وشي حاجه، دبروا علينا في شي حاجه بدل نلقاو غير باش نبقاو نصرفوا على راسنا. قال لي راه هاد الساعه البني ناعس كدا. قال لي واش قاري؟ قلت له راني قاري. قال لي حتى علاش؟ قلت له عندي الاجازه. قال لي واش تقدر تقري الدراري الصغار؟ قلت له قال لي صافي. قال لي
شدوك بقى تقري الدراري الصغار، بقى تقري الدراري الصغار العربيه. قلت له صافي. المهم كانوا كيبينو يفول يعني متطوع، ولكن كيعطيو كل شيء بركه. المهم كنت كنقري السبت والحد كيعطوني 200 اورو، داكشي اللي كانوا كيعطوني. كنقري السبت والحد لمده 6 شهور. المهم ديك 6 شهور فهمتي جمعت واحد البركه، جمعت واحد 700 اورو ولا 800 اورو، يمكن هكاك 700 800 اورو اللي جمعت. واحد المرات يعني في ديك 6 شهور، في التالي ديال 6 شهور جا قالوا لي صافي راه ما بقيناش قادين، بقاو نخلصوا بزاف الاساسيده. مع كانوا عندهم 6 الاساسيده في داك الجامع تيقريو، قال لك راه المساعدات وداك الشيء نقصات، قال لك راه نقصوا شي اساسيده وكذا. قال لي الا بغيتي تكس معنا متطوع مرحبا، الا بغيتي تبقى نخلصوا وكذا. قلت له راه ما نقدروش. قلت له صافي، قلت له انا راه انا خصني محتاج الفلوس. قال لي واه سير دبر شي حاجه اخرى الا لقيتي. قلت له صافي. مشيت عاوتاني ما كندير والو، جالس ما كنخدم ما والو. وليت كنمشي لواحد البلاصه فيها العرب، فيها العرب تما بزاف. كاس كندور تمايا كيبان لي واحد الخضر تيبيع الخضره. قلت له شنو واش خصك شي واحد با يعاونك وكذا. قال لي لا انا ما محتاج. صافي قال لي ما محتاج. بقيت كنكس معاه، مره يعطيني تفاحه مره يعطيني ليمونه. صافي ولاو كيجيو الناس هكا كنبقى نعاونو في سبيل الله، كنعاونو نهز معاه نحط معاه نبيع ونشري معاه. عجبو الحال، قال لي مزيان كتعرف دير تجاره وكذا. قال لي صافي بقى تخدم معايا، بقى نعطيك واحد 20 اورو ولا 15 اورو النهار. قلت له صافي. قلت له حتى انا داكشي اللي خصني غير باش نبقى بعدا باش نبقى نركب وكذا. قلت له صافي داكشي اللي كيعطيني واحد 15 اورو ولا 20، كان كيعطيني 10 اورو ولا يعطيني 15 اورو شوية الخضره، شوية الخضره كديها للدار منها. ومن بعد صافي ملي ما كيخدمش معاه، كنخدم معاه 3 ايام 4 ايام ما كنخدمش معاه، كنمشي كندور في الجمعيات ونشوف واش كاين شي جمعيه تعاوني ندير الاوراق وكذا. يعني الهم ديالك الواحد ملي كتجي في الاول خصك تعمل تلقى. انا كنت كنقلب ندير الاوراق بلا زواج، ما نكذبش عليكم ما كنتش كنقلب في الاول الزواج ملي جيت. راه قلتها لكم وكنعاود نقولها، يعني ما كنتش كنقلب على الزواج حيت ما كنتش كنعرف الفرنسي مزيان، ما كنتش يعني كنعرف يعني الزواج وداك الشيء زعما دخلش للراس. شنو درت؟ مشيت واحد الجمعيه انا نلقى واحد الجزائري جالس تمايا كشتو كيعمر شي اوراق وكذا. قلت له اش كدير اخاي؟ قال لي راني كنبغي نقرا. قلت له فين بغيتي تقرا؟ قال لي في واحد الجامعه. قلت له كاين الجامعه هنا؟ قال لي لا ماشي هنا. قلت له فين كاينه؟ قال لي كاينه في تولوز. قلت له فين جات تولوز؟ انا ما كنعرف لا فين جات تولوز لا فين جات، انا ما عرفت حتى فين راني، ما كنعرفش هنا جهه فين راني كاع. هو يقول لي انا كنعمر. قال لي لا بغيتي نوريك كيفاش نوريك. قلت له صافي وراني. دخل لهذيك الموقع ديال الجامعه، جبد لي الدوسي ديال الانسكريبسيون، عمرنا دوك الدوسي ديال الانسكريبسيون. قال لي قلت له كيفاش ندير له؟ قال لي راه خصك تديه للجامعه. قلت له فين جات؟ قال لي في تولوز. قال لي سير سول ديك لاسيستونت. قال لي راه توريك. مشيت عند هذيك لاسيستونت سميتها فاطمه، جزائريه حتى هي الله يجازيهم بالخير. باش كنقول لكم انا الجزائريين ديال هنا اعلام يعني، كي والله العظيم الا الجزائريين كيموتوا على المغاربه والمغاربه تيموتوا على الجزائريين. انا لقيت الخير في الجزائريين هنايا اكثر من المغاربه ديالنا، وانا كنقولها وراسي مرفوع. سي عزيز الله يكثر خيره جزائري، هو اللي دبر لي الكرا. فاطمه الجزائريه مسكينه هي اللي سجلتني في الجامعه. شكون هذا الدري هذا سميتو بن علي جزائري، هو مسكين اللي عاوني عمرت الدوسي ودرت داك الشيء. يعني راه باش كنقول لكم، راه حتى انا ملي جيت راه جيت تال صحابكم، راني كان جيت عارف ولا راه ما كنتش عارف والو. ما دعوه كانت او تطببات الدعوه سبحان الله العظيم. سيدي صافي عاونوني في ذاك الملف. مشيت عند اختي، قلت لها راني بغيت ندفع الجامعه. قلت لها واش غتدفع لشي جامعه؟ واش من قلت لها اش ما يقبلوك في هذه الجامعه هذه؟ قلت لها راه انت واش صحابك غير اجي يقرا في الجامعه؟ راه خصك الوراق وخصك كذا وكذا.
قلت له انا راه تلاقيت الدري الجزائري حارق حتى هو، راه قال لي راه قال لي راه الجامعه راه كيدفعوا لها الحراقه. دير السخونيه للشوفاج لحيد البابا اسمح لي كنت عطر عليكم في القصه. ايوا قلت لها واش عندك اختي شي فلوس عطيني نمشي نجرب حظي في الجامعه. قلت لها بحالي بحال عباد الله. قالت لي صافي، قالت لي بغيتي تمشي تشوف نعطيك الفلوس. المهم عطاوني المركوب، عطاوني باش نركب. مشيت للجامعه، المهم نعتوا ليا فين كاينه الجامعه. بقيت غراكب في التران وغادي التران داير لتولوز، ما عرفت حتى تولوز فين جات. غادي في التران وانا نتلاقى واحد السعودي، قليل فاش تلاقى السواعد انايا فهاد فرنسا. واحد سعودي من تك على الحاله وكذا، صاحب لي قاوري قادرت معاه بديك الفرنسي مهرسة، عرفني راني عربي ويقلبها معايا عربيه ديال السعوديه. قال لي انت اخ مغربي؟ قلت له مغربي اخويا. قال لي انا سعودي. قلت له متشرف اخويا. قال لي اش بدك مساعده؟ قلت له عندي مشكل، قلت له ببحث عن الجامعه ما اعرف. ويقول لي الجامعه؟ قال لي انا اوريك فين جات الجامعه. المهم مسكين داني حتى الميترو اللي كيدي لحقاش تهبط من التران وخصك تشد الميترو، والميترو خصو يديك الجامعه ناري. وانا ما كنعرفش كاع الميترو كيفاش ندير نخلص فيه، كيفاش نشري التيكي، كيفاش واهلي. مسكين هو شرى لي التيكي في الماكينه ورالي قال لي ها كيفاش دير تقطع وكذا. الناس كيكونوا موراك بزاف كيتسناو يقطعوا، وانت ما كتعرفش تخدم الماكينه ناري على 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 موقف لا تحسد عليه. شنو درت؟ صافي قطع عليا، شديت الميترو بقيت قال لي حظي، قال لي حظي ملي توصل لهاد لاغي هذا هبط. بقيت كان حنا حاضي في الميترو، حاضي حتى وصلت الجامعه. مشيت للجامعه سيدي، قالت لهم البلاصه اللي كيدفعوا كاينه بلاصه خاصه للطلبه اللي كيجوا الاجانب، الطلبه الاجانب دايرين لهم مكتب بوحدو. المهم قلبت عليها قلت لهم الطلبه الاجانب وراوني. مشيت دخلت تلاقيت واحد القاورية تما، يا سلام يا سلام كيفاش دارت لي الترحيب وكدا. المهم انا بقيت كنقول واش هادي واش بصح هادي هي فرنسا ولا راني ولا راني كنحلم. رحبات بيا بواحد الترحيب وكدا. قالت لي شنو كدا بغيتي بالضبط؟ قلت لها شوفي، قلت لها انا راني جيت راني حارق. قالت لي قلت لها راه فيزا عندي فيها شهر، قالت لي فيها 10 ايام خصني سوا خصني نلقى شي حاجه نقرا ولا شي حاجه سوا خصني نرجع للمغرب. قالت لي تدفع انت وزهر. قالت لي ماشي انا اللي نقول لك واه ولا لا. قالت لي تدفع راه العميد الكليه هما هنا كيقولوا البريزيدون. قالت لي البريزيدون ماشي الدويه بحالنا حنا في المغرب كيقولوا الدويه، هنا كيقولوا البريزيدون ولا اليونيفرسيتي. قالت لي راه هو اللي يرد عليك. قلت لها فوقاش يرد عليك؟ قالت لي من هنا واحد لي ديزين دو جوغ، يعني ديزين دو جوغ ما منك تما واش 10 ايام واش 15 يوم. المهم الفيزا بقات فيها 10 ايام. انا كنت بهذيك الوقت كنت مشيت في 18/1، يعني 18 كنت انا في الجامعه مشيت. المهم انا كنت الله جيت من المغرب، مازال الناس كيعرضوني، مازال العائله كيبغوا يشوفوني كذا. كي كانت كتدينا اختي كل مره فين كنمشي. ديك الليله واحد الليله مشينا تعشينا عند واحد لافامي، وفي الرجوع باش ندخلوا للدار دخلنا مع ديك المسعود الليل وكذا. قلت لاختي قلت لها شوفي لي عافاك واش جات شي برا. قالت لي محال واش جات شي برا. قلت لها غيشوف. سبحان الله العظيم حلات لابواط عليها دخلت بدات كتلي واحد الجواب. قلت لها ديالاش؟ ايوا كيف ما قلت لكم كمل. المهم مشيت، المهم ردوا عليا الجواب، زيد داك الجواب لقيت بان الجامعه قبلتني نقرا. عرفتي عاوتاني الفرحه هادو، يعني من بين الحوايج اللي يعني زعما اللي وقعوا لي زويونين، يعني جاوا بحلاوتهم. هنا في اوروبا عندك يعني منها القرايه منين، يعني قبل نقرا وانا ما عنديش الوراق. يعني شحال واحد كيطرح لي هذا السؤال كيقول لك واش قبلوك تقرا وما عندكش الوراق؟ واه قبلوني نقرا ما عنديش الوراق،
ايوا من بعدا عطاوني لا كارت ايتيديون، عطاوني كيسميتو، عطاوني كارت ايتيديون لاسيرونس هذاك الشيء. ملي عطاوني دوك الوراق خففت عليا شي شويه يعني الضغط، الضغط يعني كان من يعني ما عندك حتى ورقه وكذا، ولا عندك بعدا دوك الوراق ديال الايتيديون كتحرك بيهم والاخر، كانت يعني القضيه مزيان. تما بدات عاوتاني مغامرات اخرين ديال الغربه وهذاك الشيء، عاوتاني هذيك عاوتاني خليوها المره اخرى ان شاء الله. الا بغيتوا يعني الكماله ديال هذه القصه هذه خليو لي في كومونتير الجزء الثاني، ندير لكم الجزء الثاني نكمل لكم كيفاش درت لقيت الكرا، كيفاش لقيت الخدمه، كيفاش واش خديت الدبلوم ولا لا، بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. ايوا تحياتي اخوتي العزاز ومع السلامه.